بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، وذلك بمناسبة ذكرى احتفال المملكة المغربية بعيد العرش المجيد. وأعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لجلالة العاهل المغربي بموفور الصحة والسعادة ولشعب المملكة المغربية الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة جلالته الحكيمة، مشيدًا جلالته رعاه الله بعمق العلاقات الأخوية الطيبة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، وما تشهده من تطور ونمو وتصاعد مستمر.